أهلا بكم في تواصل دوت كوم، والبداية مع أحداث العراق على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انتشر مقطع على مواقع التواصل الاجتماعي يبين القمع الحكومي للمتظاهرين المطالبين بمحاسبة قتلة المتظاهرين في محافظة البصرة. استخدمت القوات الحكومية الرصاص الحي وقنابل الغاز بصورة مباشرة ضدهم، وأدى إلى إصابة عدد من المتظاهرين. دعونا نتابع هذا المقطع الذي انتشر على منصات التواصل الاجتماعي. استمرار القمع والكر والفرق بين المتظاهرين ثوار البصرة الأحرار وقوات فض الشغل، قوات القمعية. ليش إلا إراقة الدماء؟ ليش إلا نطش وهجار؟ محافظ بصرة فاسد فاشل أقيلة. طبعا مقاطع قمع القوات الحكومية يوم أمس كانت كثيرة، والمتظاهرون في البصرة خرجوا للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين وقتلة الناشطين. تعليقات العراقيين حول قمع القوات الحكومية للمتظاهرين في البصرة كانت كثيرة أيضا. نقرأ منها أبو محمد قال: شنو الفايدة؟ تغيرت الحكومة والحال نفس الحال، وحالة الشعب يرثى لها. حسين البصراوي علق: إلى متى هذا الحال؟ حسبي الله ونعم الوكيل بهم. بشير الحسناوي قال: عصابات منفلتة ويجب أن يحاسبوا. عباس قال: مع الأسف ذول العراقيين ويقولون قوات أمنية، هيك يتعاملون ويا الناس الفقرة اللي الطالب بحقوقها. استمرار مسلسل انفلات السلاح في العراق في ظل سيطرة الميليشيات والأحزاب، وكذلك انتشار السلاح في أوساط العشائر العراقية خاصة في المحافظات الجنوبية، فبين فترة وأخرى نشاهد على منصات التواصل الاجتماعي الكثير من المقاطع المصورة التي توضح النزاعات العشائرية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة. اليوم مقطع جديد من البصرة لنزاع عشائري في محافظة البصرة في ظل غياب القوات الأمنية. دعونا نتابع هذا المقطع. الناس يصورون ويفتخرون بهذه النزاعات، والدولة غائبة ولا قانون. دعونا نقرأ التعليقات حول هذا النزاع العشائري في البصرة. فؤاد يوسف قال: صدق كذب، وين المحافظ؟ وين قائد العمليات؟ وين رئيس الوزراء؟ والله عيب. صفاء غازي قال: طبعا دولة ضعيفة، البلد يصير هرج ومرج. أبو عبد الله العراقي قال: بس باقي له يحملون صاروخ أرض أرض. علي قال: أين هيبة الدولة؟ المفروض وقف هذه المعارك بالطائرات وضرب أي جهة لا تمتثل للقانون، لكن أين هو القانون وأين هي الدولة؟ تظاهرات حاشدة لخريجي المهن الصحية والتمريضية أمام وزارة المالية، طالبوا بتوفير الدرجات
الوظيفية للخريجين وتعيينهم على الملكات الحكومية. دعونا نتابع جانبا من تظاهرات المهن الصحية. شوفون انتم هنا الشباب هنا كله اغلبهم محافظات جايين. العارات ليش ما تطلع؟ اي اليوم اغلب الاهالي يعني اغلب الامهات امهاتنا جايات وي بناتها وي بناتين يعني هنا اغلب الطلاب هم طلاب اسنان وصيدلة وتقنيات طبية ومهن صحية. كما تعرفون هذه الشريحة من الخريجين شريحة جدا مهمة ويعني لا يجب 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 النظر لهذه الشريحة. أما التعليقات والردود حول هذه التظاهرات فعلق العراقيون في العالم الافتراضي وبالتحديد على موقع فيسبوك. نور الزهراء قالت: درحموا هالشباب، مدمرت أعصابهم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تقول: وحسبي الله ونعم الوكيل. أبو تبارك قال: الله ينصركم ويبشركم بالتعيين ولا يضيع لكم تعب يا أبطال. طيبة قالت: ربي يحفظكم من كل شر. ميار قالت: يا رب ترجعون بخبر يفرحكم. يوم أمس انتشر مقطع على منصات التواصل الاجتماعي لطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية. كان من المفترض أن كانت الرحلة متجهة إلى أربيل، ولكن الركاب تفاجأوا أنهم في مطار البصرة. العجب العجاب تراه في العراق. المقطع يظهر سوء إدارة الخطوط الجوية العراقية وكذلك انزعاج الركاب من سوء الطعام المقدم وسوء الخدمات. دعونا في البداية نتابع هذا المقطع من داخل طائرة الركاب. يعني شر البلية ما يضحك. لا نعلم هل كابتن الطائرة يعني توهم في الطريق وذهب إلى البصرة بدلا من أربيل؟ هل يعقل هذا الشيء؟ أم أن هناك مسؤول كان معهم
يريد الذهاب إلى البصرة. طبعا بالمناسبة هذه الحادثة ليست الأولى، يعني هناك حوادث سابقة كهذه الحادثة قبل سنوات، كانت الطائرة وهي كذلك تابعة للخطوط الجوية العراقية كان من المفترض أن تذهب إلى مكان وذهبت إلى مكان بسبب هناك مسؤول يركب هذه الطائرة يريد الذهاب إلى جهة مغايرة. هذا لا يحدث في العالم أبدا، ولكن مع الأسف في ظل الأحزاب الفاسدة هذا ما يحدث في العراق. والخطوط الجوية العراقية مصنفة من أسوأ الخطوط على مستوى العالم، وحتى لا يعني يسمح لها بالهبوط في دول كثيرة ومنها دول الاتحاد الأوروبي. دعونا نتابع التعليقات والردود حول هذه الحادثة الغريبة العجيبة. قالت بالعراق كل شيء تتوقع. سهيلة. آخر قال شموال أنوان قال عيش وشوف في عراق المغشوش، غشوا العراق، باقوا العراق، حطموا العراق، كافي الله يلعنكم أيها السفلة. أبو فاطمة قال صدق كذب والله العراق كل شيء أتوقع يصير. حامد الحميداوي قال بلد العجائب. والآن إلى فقرة أنت ترى. أصلنا عبر خدمة أنت ترى التي توفرها قناة الرافدين مناشدات المواطنين في شمال محافظة بابل، وهم يناشدون وزارة الصحة ودائرة صحة بابل بإعادة فتح محرقة النفايات الطبية، مؤكدين بأنه صرف عليها ملايين الدولارات وتم تركها دون معرفة الأسباب. ناشدوا الجهات المعنية للإسراع بفتحها والتخلص من النفايات الطبية السرطانية وغيرها والتي باتت تهدد حياتهم. دعونا نتابع هذا المقطع الذي وصلنا عبر خدمة أنت ترى. واحدة مال نفايات طبية، يعني هاي محرقة مال تكرم مال هالأمراض، هذا الوباءات اللي موجودة بالمستشفيات يجيبوها يخلوها بهاي المحرقة. هاي المحرقة كلفت ملايين الدولارات ومسدودة، ماكو أحد بيها. وتعرف هسه هذا المرض مال كورونا مو بشكل سرطان اخي، احنا عندنا حالات سرطانيه بالمسيب شمال بابل، تعرف انت صفنا مع الحرير هواي امراض سرطانيه. هاي الوحده مال المعالجه الطبيه كلفت ملايين الدولارات، وزير الصحه الجديد مدير الصحه مال بابل، تعال شوف هاي وضعيتها شنو، فلوسها وين، ملايين الدولارات وين راحت؟ زين هسه هاي الامراض، هاي صور نشوف هاي الغراض مال المستشفيات، اخطر من المرض مال كورونا يا اخي، اخطر تعرف شنو اخطر؟ فالموضوع هاي شوف قن، هو هذا غرفه ما تكلف لها مليار من ملايين الدولارات من 2013 ولا حد الان، كان بها عمال اثنين يشتغلون وطوهم مال 5 سنين رواتب لي قدام الشركه، كملت الشركه وجابت الاجهزه وحطتها وذاك يوم وهذا يوم، ومشاكلها وين؟ على اساس بالمحافظه وبالنزاهه. الرساله نوجهها او مطالبه من شمال بابل، هاي الوحدة مال المعالجة الطبية تخدم 4 مستشفيات و14 مركز صحي، 14 مركز صحي بقضاء المسيب وشمال بابل بصورة عامة، يعني أي شغلات مال الأمراض السرطانية جوا بهاي المحرقة يحرقون. هسه ما يحرقون وين يحرقون ما ندري. أخي عندنا مرض سرطان ذاك اليوم حالة صارت وفاة، قبل شهر حالة وفاة بالمسيب بسبب من؟ بسبب المحرقة اللي بمدينة المسيب اللي هي مستشفى المسيب. يقول لك وين نحرق وين نودي؟ نذبن بالشارع أمراض سرطانية، نخليهم بالمستشفى شلون يصير؟ خاف من شكله واحد طفل شيء. فهاي كلفت ملايين الدولارات، تصورها هاي غرفتين 4 ب5 وحاطين بها اجهزه ملايين الدولارات، ولا المحافظ يدري ولا المدير الصحه مال بابل السابق واللاحق والجديد موضوعها وين ما ادري. يقولون بالنزاهه، الرساله من النزاهه، تعال عم النزاهه تعال شوف وضعيت هاي ملايين الدولارات بشمال بابل، ملايين الدولارات غرفه 8 ب10 18 متر كلها، وين الفلوس؟ ملايين الدولارات وين؟ زين احنا ما نريد الدولارات عمي، احنا لسلامة مدينتنا.
اهلا بكم من جديد ومع فقره البريد الوارد، حيث وصلتنا رساله جاء فيها السلام عليكم، هناك مشروع ما في قريه الدهمه البخيل بالديوانيه، هذا المشروع عليه تجاوزات كثيره جدا ونريد ان توصلون صوتنا بهذا الخصوص، ساعدونا، العطش قتلنا وهلكنا، ندعو قناتكم الموقره ان تزورونا وتنقل معاناتنا ان شاء الله. والآن إلى فقرة هاشتاج. هاشتاج اليوم هو البصرة تنتفض، هاشتاج أطلقه ناشطون عراقيون بعد سلسلة من الاعتداءات من قبل القوات الحكومية واستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز ضد ثوار البصرة المطالبين بمحاسبة والكشف عن قتلة المتظاهرين. دعونا نتابع بعضا من التغريدات تحت هذا الهاشتاج البصرة تنتفض. الإعلامي سهل الشمري غرد وقال: محافظ البصرة يقمع الشعب بمساعدة اللا دولة، هل من رادع؟ هل من دولة تساند الشعب؟ البصرة تنتفض، البصرة تقمع. ليث حسين غرد وقال: البصرة المدينة الجميلة التي تطعم العراق من خيراتها وهي تحتضر جوعا، المدينة التي تعيش تحت سندان الميليشيات الإيرانية التي تقتل أبنائها واحدا تلو الآخر، وبين مطرقة النزاعات العشائرية المتخلفة كما وصفها، فما يحدث لهذه الأصالة العريقة أمر مخجل ووصمة على جبين كل مسؤول فيها. البصرة تنتفض. تقى غررت وقالت: دم الشهيد ما يبرد، وراح تبقى العالم تتظاهر، وراح تبقون تقتلون بيهم، لأن ما ترهم اثنيننا نبقى بالوطن، لو احنا لو انتو. البصرة تنتفض. حسين الشمري غرد وقال: الدولة التي لا تقوم على أساس العدالة مهددة بالانهيار. البصرة تنتفض. الآن إلى فقرة ما بعد الهاشتاج. بين استنكار وإشادة وترحيب بالاتفاق الإماراتي الصهيوني حول تطبيع العلاقات، يثير أثار ردود فعل عربية ودولية متباينة، فما هي أبرز هذه الردود والمواقف؟ دعونا نتابع التقرير التالي على موقع إيجي بلاس عربي. After 49 years, Israel and the United Arab Emirates will fully normalize their diplomatic relations. They will exchange embassies and ambassadors and begin cooperation across the board. Everybody said this would be impossible. And as you know, Mohammed is one of the great leaders of the Middle East. אין שום שינוי בתוכנית שלי להחיל את הריבונות, את הריבונות שלנו ביהודה ושומרון, בתיאום מלא עם ארצות הברית. אני מחויב לך, זה לא השתנה. وترفض القيادة الفلسطينية ما قامت به دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية، واعترافا بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتطالبها بالتراجع الفوري عن هذا الإعلان المشين. Thank you.
قبل أيام قليلة خرج علينا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معلنا عن توصل روسيا للقاح ضد فيروس كورونا، وأطلق عليه اسم سبوتنيك 5، أنه أي اللقاح سوف يطرح في الأسواق نهاية الشهر الجاري. لكن هناك جدل عالمي حول هذا اللقاح، حيث استقال كبير أطباء الجهاز التنفسي في روسيا احتجاجا على الاستعجال في إعلان بوتين للقاح. دعونا نتابع تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع مع تقرير لموقع أنا العربي. Насколько мне известно, сегодня утром зарегистрирована, впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. ومع هذا التقرير وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.